أكد نائب المستقل أمير المعموري تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المعموري أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك أغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب. وبعد القراءة الثانية سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة. وأضاف أن هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم أن التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في أحوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي إجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض أن يروج له.